مرحبا بكم مشاهدينا على الهواء مباشرة في استوديو الثقافة. طبعا انحيازاتنا من أول يوم واضحة وأكيدة في هذا البرنامج، بننحاز للثقافة، بننحاز لسياسات ثقافية جديدة تعبر عن الثورة المصرية. والحقيقة الثورة ناس كتير بتعتقد أن هي كانت في حد ذاتها حالة ثقافية وفنية في نواحي عديدة. انحيازنا لجيل مبدع ساهم في هذه الثورة وما زال بإبداعاته مستمر لتحقيق مطالبها وأهدافها. بناء على هذه الانحيازات مشاهدينا، قررنا النهاردة أن احنا نستضيف اثنين من الصحفيين الشباب، صحفي وكاتب وشاعر، وكان يعني حل ضيفا علينا في استوديو الثقافة أكثر من مرة، وهو الآن رئيس لتحرير مطبوعة مهمة تصدر عن وزارة الثقافة المصرية وهي جريدة القاهرة. معانا الشاعر والكاتب والصحفي ورئيس التحرير الأستاذ سيد محمود. مساء الفل يا سيد. مساء الفل، الحمد لله. ومعنا أيضا مشاهدينا الحقيقة صحفي وزميل تزاملنا، وكان لي الحظ أن أنا أشتغل معاه، كان رئيسا لتحرير برنامج ثقافة وإبداع كنت بقدمه على شاشة الفضائية المصرية من سنوات، وكان بيخرج البرنامج ده رئيس القناة الفضائية المصرية الحالي الأستاذ محمود عبد السلام. معنا مشاهدينا في هذه الحلقة رئيس تحرير أخبار الأدب الأستاذ طارق الطاهر. مساء الفل يا طارق. مساء النور. زي ما أنتم شايفين مشاهدينا، دماء جديدة بتضاف لشرايين الصحافة الثقافية المصرية، بنحتفل وبنحتفي بهم النهاردة كرمز لجيل الشباب، زي ما قلنا هذا الجيل المبدع اللي أسهم في الثورة ومازال مستمر لتحقيق أهدافها ومطالبها. سيد وطارق مبروك، فخورين بيكم وسعداء. أصغر رئيس تحرير في مصر دلوقتي سيد وطارق، أصغر رؤساء تحرير في جمهورية مصر العربية. أظن ده من إنجاز الثورة، ومن كان من مطالبها ومن أهدافها اللي اتحققت، إن يكون في دم جديد، يكون في رؤية جديدة، ولا إيه؟ شايفين إيه حضراتكم؟ حاسين إن ده منجز تحقق لحضراتكم بسبب الثورة المصرية، ولولاها كان ممكن طارق الطاهر وسيد محمود ما يبقوش رؤساء تحرير، أو على الأقل في هذا التوقيت؟ يعني بالتأكيد السؤال لحضراتكم، الأسئلة تقريبا ليكم أنتوا الاثنين دايما، يعني في الأغلب هتبقى كده. احنا أصدقاء وزملاء بالتأكيد، كنت زملاء دراسة كمان أظن يا سيد، مش كده يا طارق؟ دراسة في نفس الكلية، وبنعرف بعض من الكلية، كلية أداب جامعة القاهرة. احنا كنا محظوظين جدا، كنا في وسط جيل من المبدعين المتميزين جدا، وكنا مجموعة متقاربة ودايما يعني بنتناقش فيما يتعلق بمسألة الثورة. انا النهارده كاتب اول افتتاحية للقاهرة وانا رئيس تحريرها، اللي كانت معصلجة معاك دي، عارفين اخبارك احنا متابعين. لان هي دايما بتبقى المشكلة، دايما هي افتتاحية العدد اول عدد، بعد كده الامور بتمشي لانه انت بتحط سياسات. فكانت الفكره اللي حضرتك بتقولي عليها ديت بوضوح، وانا طبعا حتى والاستاذ طارق انا بعتبر نفسي جزء من اخبار الادب، لان كل فئه اصدقاء الاعزاء تاكيد، وبالتالي عارف قدراتهم، ليها قدرات كبيره جدا، وهو طول الوقت جورنان كان فارق جدا معانا حتى في حفظنا، وانا دايما كنت اقول ان والقاهره ما كانتش فارقه يا سيد، هي موجوده من زمان، ليه ما كنا ما كانش ليها الزخم المفترض. طيب خلينا في الجزء بتاع الثورة وبعدين لما طارق جاوب ارجع يعني اكد على الفكرة اللي حضرتك بتقوليها. الافتتاحية انا قلت فيها بوضوح انه ما جرى في 25 يناير بوضوح، بخلاف الى جانب التغيير السياسي المهم اللي حصل، هو امر يتعلق ببطولة الفعل الثقافي. احنا كان عندنا طول الوقت الثقافة امر يعني بيتعرض لتهميش، ويعني كل صور الانتاج الثقافي كانت مهمشة في مصر، لكن جت الثورة إلى جانب المنشور السياسي والشباب الورد زي الورد اللي وقف في ميدان التحرير عشان بيطلب بالتغيير، كان جنبه نوع تاني من الشباب بيرسم، بيقول شاعر، بيغني، بيعمل مسرح شارع. فكان لأول مرة في هذه المساحة العريضة واللحظة الحرجة في تاريخ مصر بيطلع الفعل الثقافي يبقى مع الناس مش بعيد عنه. وقبل 30 يونيو مباشرة حصل أزمة المثقفين مع وزير الثقافة اللي كان جزء من حكومة الإخوان. ففي الحالتين ظهر الفعل الثقافي، وانت كنت بتشاركينا كتير من الاحداث ديت، كانت الناس بتبقى رافعه صور طه حسين وام كلثوم وسعاد حسني. صحيح. كان عندنا هذا الخوف على رصيد مصر الثقافي، وبالتالي احنا في لحظه الثقافه فيها بقت بطل. دلوقتي كل الناس بتتكلم عن القوه الناعمه لمصر، احنا في اقتصاد عندنا مشاكل اقتصاديه، عندنا عملية إصلاح سياسي بتتعثر بشكل واضح وأحيانا بتمشي، هذا التعثر بيخلي كل الناس لما بتستدعي يعني أدوات الاستنفار الوطني بنتكلم طول الوقت عن الثقافة، فبنتكلم عن طه حسين والحكيم ونجيب محفوظ وأم كلثوم وسعاد حسني. الإدراك كل الناس لقيمة الثقافة
كقوة ناعمة في مصر. صحيح. هو ده دي اللحظة الفارقة في الفعل. هي دي اللحظة المختلفة. بالتأكيد يعني طارق مثلا موجود في يعني حتى تجربة أخبار الأدب وجدت بعض المشاكل من فترة قريبة وحصل نوع من التوافق على الزملاء على داخل الجريدة على أنه يبقى فيه مشروع إصلاح. صحيح. هم اللي يعملوه. تمام. وكان في أزمة أظن في أخبار الأدب فترة من الفترات يا أستاذ طارق أيضا أيام حكم الإخوان. يا ريت يعني تكلمنا يعني أخبار الأدب مرت الأخبار اليوم كلها وكل المؤسسات الصحفية مشاهدينا، لكن أخبار الأدب على وجه التحديد كان في صراعات كده، يا ريت تطلعنا عليها وتوجت بأن أنت بقيت رئيس تحرير يا طارق. احنا عند يعني انا بعتبر ان اخبار الادب الحقيقه هي ميدان من ميادين الثوره المصريه، يعني زي ما كان عندنا ميدان التحرير عندنا اخبار الادب. اخبار الادب كانت جزء من هذا الحراك الثوري، لان كنا بنشارك فيها كاجساد، كنا بنشارك فيها بمقالاتنا جوه الجولان. ولما كان يجينا رؤساء تحرير لا يؤمنون بالثوره كنا الحقيقه احنا بنتحول الى فاعل ثوري، واحنا عملنا جايز يعني امرين غير معتادين في تاريخ الصحافة المصرية القومية تحديدا، ان احنا صرنا على اتنين رؤساء تحرير، واحد منهم هو زميل وعلمنا لكن ما كانش قادر يستوعب اللحظة الراهنة، التاني كانت ده كان 25 يناير، لكن المشكلة الاكبر كنا انا اعتقد مثلا انه احنا كنا احد دوافع ثورة 30 يونيو، لان احنا على مدى عام كامل هو حكم الاخوان كان لنا موقف واضح. صحيح. ان احنا كنا ضد حكم الاخوان لا لسبب بسيط جدا، انه كان بيغير الهويه المصريه. صحيح. احنا في اخبار الادب دفاعنا، عشان كده قام اعتصام وزاره الثقافه مشاهدينا وكان من ارهاصات الثوره المصريه الحقيقه، يعني الاعتصام احنا كنا قبل اعتصام وزاره الثقافه بشهور طويله وحركتوا ليه كمان، احنا اتحركنا ليه وكنا قبليه بشهور طويله جدا، اول ما حسينا ان في تغيير للهويه المصريه وبالتالي في تغيير لاخبار الادب نفسها. يعني احنا كان رئيس تحريرنا اللي هو تم تعيينه في فتره الاخوان كان الحقيقه بيمنع مقالاتنا، اي مقاله كان فيها يشم فيها رائحه معارضه لحكم الاخوان كان او معارضه بصفه عامه، وما كانش ليه علاقه اظن بالشان الثقافي من قريب او من بعيد يعني، او يعني ربما يعني بصفه هل ليه علاقه او ملهوش علاقه، لانه ممكن يكون ليه علاقه او ملهوش. مش تقييمنا على شخصه الحقيقه، احنا تقييمنا على الدور اللي كان عايز يعمله، الدور اللي كان عايز يعمله اللي هو كان الدور اللي كان كل الاخوان عايزين يعملوه اللي هو افراغ هذا الوطن واحد من موهبينه. يعني كان في معركة مستمرة جوه الجولان، فكرة انه لا احنا هنعمل اللي النظام عايزه. بالمناسبة عمر اخبار الادب على مدى تاريخها العشرين سنة بتعمل اللي النظام عايزه، الحقيقة هي بتعمل اخبار الادب على وجه التحديد تحديدا. وكنا طول الوقت مثلا كان عندنا خلافات جذرية مع وزارة الثقافة على مدى رغم قوة فاروق حسني، وبالمناسبة يعني هو الأيام أثبتت أنه واحد من وزراء الثقافة المفروض يتواصل على تجربته الحقيقة، ورغم كده احنا كان لنا خلافات حوالين الآثار وإلى الآن لنا خلافات حوالينا. لكن أنا عايز بس أعود تاني لفكرة أن احنا كان عندنا رئيس تحرير مثلا يعني من قيمة أسبوعين ثلاثة إحدى الجرائد كشفت أنه كان يقدم فينا تقارير يومية لمكتب الارشاد وللرئاسه ويقول مثلا عليا انا مثلا ان انا بقى ان انا بقى اسمه ايه بسبب. يعني بدون ذكر اسماء كده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ استاذ مجدي عفيف يعني هي أوكي. هو كان رئيس تحرير اخبار الادب وكان أمين. رئيس تحرير بمفهومهم رئيس تحرير شرعي، وبالتالي هو كان رئيس تحرير اخبار الادب جوه مؤسسه اخبار اليوم. أمين. كان بيقدم في زمايله كل يوم الصبح كده تقارير ومين الحاجات اللي كان بيقولها مثلا انا قدمت ملف في 25 يناير 2012 حوالين رؤيه المثقفين لثوره يناير ورؤيتهم للوضع في مصر. هذا الملف تم حجبه وتم ابلاغ مكتب الارشاد وغيره ان في صحفي بيقدم ملف ضد الاخوان، مش كده وبس، ده كان بيقدم فينا وفي زمايلنا ان احنا ملحدين وكفره وكذا. ولطيف الامر ان هذه المذكره اللي بيقول فيها على زملاء انهم ملحدين وكفره وكذا شلت انا بسببها وهو اللي جه مكاني. انا بقول ده ليه؟ يعني ده كان المناخ السائد في مصر كلها. صحيح. مش في اخبار الادب. صحيح. وبالتالي لما بقول ان اخبار الادب هي جزء من ثوره يناير وجزء من ثوره يونيو بهذا المعنى ان احنا قاومنا فكره تغيير الهويه نفسها. يعني انت كنت تحسي يعني انا اعتقد السنه اللي هي كان فيها حكم الاخوان كنت تحسي انك في مصر، يعني ما حدش فينا كان يقدر يقول ان دي مصر اللي احنا عايزينها او مصر اللي ثوره 25 يناير قامت عشان تبقى الى الافضل. لا ده كان في لعبه في الهويه نفسها في الروح الاصيله. صحيح. لمصر. وكان جزء من التغيير ده كان اخبار الادب، لانه كان كمان ضمن خطتهم انهم يلغوا اخبار الادب ويحولوها ملحد. الجورنال يعني الجورنال ودي رؤيتهم للثقافه
دول يتم الثقافة طبعا، احساسهم بالثقافة ان هي طرف يعني، او ان هي يمكن الاستغناء عنها، او يعني ايه شوية عددهم كام يعني المثقفين دول، او تقولهم ايه ولا ايه يا استاذ سيد؟ لا هي مصر، هي يعني مصر الفكر ده، الفكر ده اظن كان موجود زي ما الاستاذ سيد قال، هي مصر ممكن تختلف عليها سياسيا وممكن تختلف عليها اقتصاديا، لكن لا يمكن تختلف عليها ثقافيا. صحيح، لا يمكن تختلف عن تاثير مصر في الدول العربيه. انا شخصيا اول مره سافرت خارج مصر المغرب في التسعينات، فانا بستسهل بقول طارق طاهر جنان الاخبار، لقيت الطرف الاخر المغربي بيقول لا انت اخبار ادب يعني، ولما هي مقروءه على فكره في المغرب على وجه التحديد، ولما مشيت في الشوارع لقيت نسبه اخبار الادب الموجوده اكتر من نسبه الصحف. وده اظن بسبب التوجه بتاع ان انتوا كنتوا بتتيحوا فرصه لادباء من المغرب العربي بشكل كبير ان هم يكتبوا من العالم العربي. ملف يعتبر يعني ملف حدث، ان احنا عاملين ملف عن الكتابه المغربيه الجديده في اخبار الادب 16 صفحه. ممتاز. العدد اللي في السوق دلوقتي. ممتاز. يعني واظن هذا التوجه مش بعيد عن سيد محمود، انت اشتغلت في صحافه عربيه وفي جريده الاهرام العربي سنين، وليك اسهامات يعني قويه جدا ربما اكتر من اسهاماتك في مصر فيما يخص الصحافه العربيه، فاكيد الجانب العربي ده حضرتك مش غافله، واظن العدد اللي موجود في السوق مشاهديه، احنا بنعمل دعايه الحقيقه لاخبار الادب والجريده القاهره النهارده في مقال مهم له علاقه بداعش يكتبه كاتب سوري كبير. يعني استكمالا، انا يعني من الحاجات اللي بتشغلني دايما واللي هي شكل علاقتنا بالعالم العربي. صحيح. لانه لاسباب تاريخيه كتيره، احنا مصر كانت اول بلد في المنطقه يبقى عندها مؤسسات بالمعنى الحديث اللي هي تقود عمليات التحديث في المنطقه، وبالتالي كانت نظره العالم العربي لمصر طول الوقت نظره تقدير كبير جدا. احنا بحاجه الى ان يعود هذا التقدير، اذا كان عندنا أمور فيها قدر كبير جدا من المشاكل والتعثرات، لسه عندنا القامات الثقافية اللي احنا ممكن نجمع الناس حولها من جديد. فمش هيحصل ده غير لما نستغنى أولا عن شفونيتنا، بمعنى انعزالنا عن محيطنا وعدم رغبتنا أو الروح اللي البعض بيتم تصديرها بمنطق ان احنا مكتفيين بذاتنا. الحقيقه مفيش ثقافه ممكن تغير او لا شيء يحدث بره المنطقه دي او بره المكان ده، مش هتقدر تغير بالفعل غير بمساله الانفتاح والاطلاع المشترك. انت محتاج تعرف الكتاب العرب، ومحتاج تعرف الكتاب العرب على انتاجك، وده سر من اسرار نجاح اخبار الادب في فتره الاستاذ جمال غيطاني والاستاذ عبد الرويني ثم الصديق العزيز طارق، هي مساله الانفتاح ده، انك تشوف طبيعة الانتاج الثقافي المشترك. لانه كمان احنا في لحظة التواصل الاجتماعي، مواقع الفيسبوك سهلت مساحات التواصل وسهلت التعرف اللحظي على الانتاج الثقافي في المنطقة العربية ومشكلاته. فمن باب اولى انه المثقفين هم اكتر ناس عندهم كمية كلام كتيرة على التسامح وقبول الاخر والتعرف على التجارب وبتاع، فده جزء من المسؤولية اللي انت لازم تبنيها وانت بتتكلم عن بلد جديد. يعني طارق اتكلم عن اول تجربه سفر ليه، انا في اول تجربه سفر ليها قابلت جماعه اكراد ما كنتش عارف اتعامل معاهم، ما كنتش فاهم هم بيعملوا ايه ولا بتوع ايه، يعني كان عندي هذا الالتباس في الادوار، فحسيت ان انا لازم محتاج اذاكر ده، محتاج اذاكر الادب العربي في سوريا في لبنان في المغرب في تونس، لان يعني دي من المسؤوليه. يعني الاستاذ مثلا لما نتكلم على تاريخنا كثقافة، هنلاقي انه انجح فترات مطبوعات ثقافية بالتحديد كانت فترة الاستاذ كامل زهيري مثلا في الهلال، وفترة الاستاذ رجاء النقاش. وكلنا دلوقتي لما بنستدعي اسماء كبيرة زي محمود درويش وسميح القاسم ومعين بسيسو وغسان كنفاني، دايما بنستعيد صورة رجاء النقاش. فدي لحظة قد كده كانت مؤثرة وافرزت هذه الاسماء الكبيرة في الثقافة العربية، وطبعا الى جانب دول طيب صالح أسماء كبيرة. القيمة في اللي عمله الأستاذ رجاء النقاش وكامل زهيري هي دي الفكرة، انك وده أظن الواعي ليه سيد وطارق هيحاول ان هم يعملوه. يعني الافتتاحية اللي كانت مع عصلاجة معاك تحدثت فيها عن السياسات الثقافية الجديدة طبعا، وطرحت وكانت فكرتك في المجلس الأعلى للثقافة، مشاهدينا كان في مؤتمر اسمه العدالة الثقافية، ومعرفش الحقيقة قد ايه تستطيع ان تحقق هذه العدالة الثقافية في القاهرة وانت ايضا يا طارق في اخبار الادب. فالمسألة دي غاية في الأهمية، موضوع سياسات ثقافية جديدة، كلام ده مطروح من وقت ثورة يناير، أن يكون هنالك سياسات ثقافية جديدة بتحكم العمل الثقافي والمنتج الثقافي في مصر إلى جانب فكرة العدالة الثقافية. طيب فيما يتعلق بتصور السياسة الثقافية، وده تصور الحقيقة كان موجود في مصر قبل ثورة 52، أنت عندك ثلاث مسارات للإنتاج الثقافي في مصر
من وقت فكرة تحديث الدولة وعصر النهضة في نهاية القرن 19. المسار الأول هو ما تقدم المؤسسة الرسمية بمؤسساتها، التعليم والثقافة. المسار الثاني هو النشاط بتاع الجامعات الأهلية أو المجتمع المدني اللي احنا بنسميه دلوقتي مجتمع مدني. يعني أول جائزة خدها نجيب محفوظ في حياته كانت جائزة قوت القلوب ومجمع اللغة العربية. كانت في فعالية مثلا للجامعات الجغرافية، كل دي جمعيات أهلية بتعمل في المقاول الثقافي. إلى جانب ده الصناعات الإبداعية، احنا عندنا ما كان يسميه إبراهيم أصلان بالأيدي الذكية. احنا بلد الناس بتفكر فيه طول الوقت، بتعمل من أول الجرافيتي لغاية الجداريات لغاية فن الخزف الشعبي، كل دي صناعات ثقافية. التلات منتجات دول لازم يبقوا موجودين في أي جورنان، سواء جورنان القاهرة أو جورنان أخبار الأدب، علشان السياسة الثقافية بتقول حاجة مهمة جدا، إن اللحظة اتغيرت بحيث إن الدولة ما بقتش لوحدها قادرة على احتكار الإنتاج الثقافي. دخل شركاء كتير جدا في عملية الإنتاج الثقافي بطريقة تخلي لازم النظرة يعاد النظر في مكانة قائمة. كان زمان انه انت بتعمل جورنان بيطلع من وزارة الثقافة، او مجلة بتطلع من وزارة الثقافة، او صفحة ثقافية بتطلع في جورنان قومي، مفيش فيها غير مسار انك تقدم المنتج الثقافي بتاع الدولة، تغطي ندوة في المجلس على الثقافة، تتكلم عن كتاب مطلعه مؤسسات نشر. دلوقتي ده ما ينفعش لانه الانتاج الثقافي اتسع على سبيقة مساحة التمويل، مساحة الانتشار الجغرافي. حضرتك بتتكلمي على ورشة العدالة الثقافية، في الورشة دي كان في مبادرات من قوس في قنا، مبادرات في اسكندرية، مبادرات في المنيا، في الجزويت، مبادرات في الكنائس، مبادرات في الهيئة الإنجيلية، مبادرات في جامعات دينية إسلامية. كل هذا التنوع، يبقى الدولة لم تعد تحتكر قصدك النشاط الثقافي ولا المنتج الثقافي. وبالتالي اللي بيشتغل في جورنان ثقافي سواء بيصدر عن وزارة ثقافة أو بيصدر عن مؤسسة قومية أو صفحة ثقافية بيعملها جورنان مستقل أو يعني جورنان خاص، بقى عليه واجب متابعة كل هذا الإنتاج. تمام. وتقديمه بفترينة جذابة قادرة على استقطاب الناس. هي مش بس تحدي يتعلق بعلاقتك بالعالم العربي، احنا لو بصينا عن مؤشر الجوائز الأدبية مثلا على سبيل المثال في العالم العربي، هنجد انه احنا كنا زمان دولة مركز، احنا والعراق ويمكن المغرب فيها ما يسمى بطبيعة الدولة الأمة. دلوقتي احنا عندنا كل المنطقة العربية بقى فيها صراع من نوع تاني بين المركز والأطراف، ولكن واخد شكل المراكز الجديدة. الإمارات صحيح. بقت مركز جديد صحيح. مهم. البحرين بتحاول تنشط ثقافيا. الكويت في السبعينات والثمانينات كانت نقطة ثقافية نشطة جدا. صحيح. كل هذا التنافس بس برضو بسبب المصريين هناك، الأستاذ أحمد بهاء الدين طبعا وإلى بس أخرين. بس احنا دلوقتي مثلا الإمارات ما فيهاش أحمد بهاء الدين صحيح. بس عندها صحيح. الإمارات حالة خاصة عندها رأس مال وعندها طموح انها تلعب دور ثقافي. من المستحيل ان انا اتجاهل كل هذا الانتاج صحيح. لان ده جزء من الرأس مال الرمز للدولة. يعني الدولة احنا مثلا الحمد لله عندنا مبدعين وكتاب وفنانين كبار وربنا يزيد يعني، لكن في دول هي لا يعني ليس لديها الا المال لتقدمه لتشجيع العمل الثقافي. ده بيفرض على اي شخص بيدير مساحة عمل ثقافي سواء كان جورنان او ادارة مؤسسة ثقافية ان يؤمن بطبيعة اللحظة الجديدة. بالتأكيد. طيب دلوقتي في نقطة تماس واشتباك ما بين احساسي كده اخبار الادب ما بين القاهرة. قبل احساسك عايز اكمل على قاله الاستاذ ارجوك فكرة. يعني انا 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 اتعلمت نقد، يعني انا خريج اداب لغة عربية، فانا اتعلمت من 22 سنة مثلا او 23 سنة فكرة الاساسية. دول عمرنا كان عندك صراع ان فكرة ان مصر لازم تبقى مركز ودول عربية اطراف. لا يعني انا علمني جابر عصفور محافظ الارقاب انه ايه ما يضرك انك انت تبقي مركز قوي واطراف قوية. نفس الحكاية دلوقتي، انك انت ايه اللي يضرك تبقى القاهرة مركز قوي والاقاليم اطراف قوية. انت مبقاش عندك دلوقتي فكرة ان مصر بس هي التي تسيطر على الثقافة او هي بس اللي تقدر تعمل اشعاع ثقافي لكل الدول. لا، انت بقى عندك الحياة تبادل حتى على مستوى الجوائز. احنا ما بناش نحتكر كل الجوائز حتى على مستوى القاهرة، مش ادباء القاهرة بس اللي بيحتكروا كل الجوائز. انت عندك ادباء، يعني احنا مثلا على مدى ال 22 سنة بتاع احنا بقى عندنا نجوم من الاقاليم، مثلا احمد ابو خنيجر النهارده حتى الاستاذ سيد احمد ابو خنيجر ده ابننا، يعني ابن اخبار الادب صحيح. من اسوان
كان بدايته انه يكتب في اخبار الادب وان هو ابداعاته تتنشر وقيسي على ذلك امينه زيدان. واظن ده عبء ومسؤوليه ملقاه على عاتقكم انتوا الاثنين فيما يخص موضوع الاقاليم. طبعا يعني موضوع الاقاليم ده مساله غايه في الاهميه. دلوقتي مش في حاجه اسمها اقاليم خلاص. يعني لان دور الثقافه الجماهيريه اظن ما قدرش ان هو يحقق ده. يعني الثقافه الجماهيريه انا مش بقيم ادائهم ومش بنتقدهم، بس ربما رغم وجود الثقافه الجماهيريه الثقافه ما وصلتش للاطراف زي ما انت بتقول يا طارق. فاكيد ده دور في مشاكل طبعا. يعني انا بالصدفة يعني من شهرين جيت عضو مجلس إدارة هيئة أصول الثقافة. امبارح كان في اجتماع لمجلس إدارة الهيئة. إحنا كنا بنناقش حياتك بتقولي دوت، يعني إلى أي مدى دلوقتي الثقافة واصلة، فكرة الثقافة الجماهيرية أساساً، إلى أي مدى دلوقتي هي متأصلة وموجودة وفعلاً في نشاط لكل ربوع مصر. الحقيقة لا، أنت لسه عندك مشاكل كتيرة جداً في إن الخدمة الثقافية اللي هي بتصدر عن وزارة الثقافة انها تصل لمستحقيها. الى الان هذه مشكلة ما اتحلتش. في محاولات لحلها على مستويات كتيرة جدا، لكن لازال انه ما يمكن ان تفعله مثلا اخبار الادب اكتر بكتير جدا ما يمكن ان تفعله وزارة الثقافة في الاقاليم. يعني انا اللي انا بقول حياتك طب قد ايه طارق عندك حرية وانت برضو بتتبع مؤسسة صحفية قومية رسمية اخبار الادب؟ انا بالذات في اخبار الادب انا عندي حريه الحقيقه فوق 100%. انا اقول لك حاجه، يعني زي ما تكون انت مجموعه منفصله عن الدار. لا 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 على هذا الكيان الكبير. لا لا لا. الرسمي القومي. طبعا هقول لك حاجه، في تاريخ لاخبار الادب، تاريخ في اخبار الادب ده تاريخ تراكمي. انه احنا اعلى سقف حريه في كل الصحف المصريه طول عمرها، مش انا جاي اعمل ده. ولما حد حاول يقلل من هذا السقف لا مش احنا اللي وقفنا له. المثقفين في يوم من الايام جم اعتصموا تحت مبنى اخبار الادب او مبنى اخبار اليوم. وبالمناسبه رئيس مجلس اداره اخبار اليوم استاذ ياسر رزق يعي ده كويس جدا. يعني انا عندي رئيس مجلس اداره الحقيقه سيبني اعمل اللي انا عايزه، لكن داعم شديد ليا. يعني هو سايب اخبار الادب تعمل افكارها وبدعم شديد، ومنحضر لكذا مفاجاه في الفترة اللي جاية. أعتقد إنها قد تكون مفاجآت لم تحدث في تاريخ الصحافة المصرية قبل كده. بصي إحنا يعني لازم ندرك إحنا في لحظة بناء. صحيح. في حاجة من الاثنين، اللي إحنا نبني بجد أو نستهبل. بساطة كده يعني نستهبل. لا، ونجاحك يعني معناه نجاح هذا الجيل اللي هو جيل الثورة الحقيقة، ونجاح الأجيال اللي جاية بعد كده. أنا أعتقد إحنا مش هنسمح الأحلام. يعني أنا أعتقد وعلى المستوى الشخصي لا، أنا مش هسمح إن إحنا إن شاء الله ننجح، لأنه انت عندك تاريخ تقدري تنجح عليه. يعني انت عندك تاريخ من اخبار الادب اذا بنيتي عليه بشكل جيد. تراكم اللي انت تحدثت تراكم طبعا تقدر. يعني انا لما بقعد اقول لك ان انا تاثيري قد يكون في لحظه من اللحظات اكتر من تاثير الثقافه الجماهيريه، انا بقول ده وانا عندي ان انا اقول ان انا ان احمد ابو خنيجر احد كتابي، ان امينه زيدان كتابنا. يعني قصدك ان انت نحست لجيلك او جيل الثوره؟ لا احنا نحزن الموهبه من الاول. بتأكيد. يعني الاول اخبار الادب، بس برضه في فكره الجيل الموهبة. يعني حتى في الثقافه هنا جيل الستينات جيل التسعينات الى اخره. يعني فكره الجيل دي حاضره في الثقافه. انا اعتقد ده كلام عشان نتلهي بيه. يعني جيل الستينات جيل السبعينات هم اساتذتنا، لكن في النهايه انا عندك موهبه او لا موهبه. صحيح. الموهبه بقى تبقى موجوده في القاهره، تبقى موجوده في اسوان. واظن سيد عمل نفس الحكايه في القاهره. انحست للموهبه بالتاكيد ولابناء جيلك مع كتاب كثيرين. يعني انا مش عايزين بس نبخس حق حد، يمكن اشرف العشماوي، سامح فايز، الدبلوماسي المثقف في واشنطن ياسر علوي، باب سلطنه بيكتب في منطقه الحقيقه ما كانتش مطروقه قبل كده. والانحياز ايضا لجيل اصغر. يعني سيد محمود بيفخر الان انه في اول عدد بيقدم 2 من المواهب الشابه تحت سن 24 سنه، بنتين بيقدموا اعمالهم الابداعيه وهيقراوا هذه الاعمال في معرض فرانكفورت الاسبوع المقبل. قد ايه ده كان مهم ان انت تكتشف مواهب، ان انت تطلع جيل جديد، وان انت تنحاز برضو لجيلك وللموهبه في الاساس. انا عجباني الفكره اللي قالها طارق بتاعت الانحاز من الموهبه. ولو بنتكلم عن عدد النهارده في القاهره، انا يعني من الامور اللي هي مصدر فخر ليا، لانه الفكره هي الموهبه. عندنا كاتب عظيم وكبير ومؤثر هو يوسف الشاروني، اعتقد انه عمره ربنا يديله الصحه فوق ال 85 سنه. الى جوار يمكن 91 الى جوار كاتبه شابه او كاتبتين شابتين، واحده من اسكندريه واحده من القاهره، عندهم 23 و24 سنه.
مساحة التنوع في تحرير مواد الصفحة عندنا حتى في النقد السينمائي نقد كبير جدا هو صبحي شفيق طبعا. إلى جوار نقد أنا لم أره إلى الآن خالص اسمه أحمد شوقي ما عرفش شكله بس أنا قريت على صفحته على الفيسبوك مقال عن المسلسل فعجبني جدا المنطق بتاع الكتابة دي الـ 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 إحنا مع الموهبة وكمان التنوع الجيلي لأنه ده جزء من قوة اللحظة إن إحنا شركاء زي ما قال طارق في لحظة بناء قصدك مش هيكون في إقصاء لجيل بعينه لا من الكبار أو من الشباب هو أنا مين عشان أحكم على موهبة صحيح. يوسف الشاروني يعني ده كمان يعني أحد يوسف الشاروني أصور فكرة إن الحياز لجيل ده معناه ان حاز شيء لا لا صحيح. هو فانا ما اعتقدش ودي كانت ازمه في الثوره فكره انه تصدير انها ثوره شباب فقط رغم ان هي ثوره شعبيه بس مش شعبيه وبالتالي حتى مفهوم الكتابه مفهوم الثقافه الجماهيريه اللي هو اتبنت عليه في المؤسسه واللي اتكلم عنه طارق هو ثقافه جماهيريه بمعنى الانتشار بالانتشار فكره الجمهور واللي هو بيسموه في الغرب البوب ارت انت عندك او البوب كارتشر انت عندك نوع من النشاط اللي هو بيغطي كل مساحه مصر وبيخاطب جمهور متنوع الصحافة هو ده درسها الحقيقي انك بتخاطب جمهور متنوع وبالتالي لازم تديله انتاج متنوع انا من جيل التسعينات والحمد لله كل كتاب جيلي بقوا كتاب مهمين ومترجمين وموجودين سواء داخل مصر او خارجها لكن مش هنحاز لهم ممكن اتسند عليهم يعني مش هنحاز لهم يعني ممكن اتسند عليهم عارف ان انا في لحظة اقصد هنا أن ربما لم يعني لو ما كانتش في فرصة متاحة ليهم في عصور سابقة ان تتاح لهم الفرصة الان طبعا هو بس دلوقتي كمان انه لا احد بدون اقصاء لا احد هو دلوقتي يعني الفكرة برضو الفكرة ان احنا ان انا وسيد مثلا في جيل التسعينات يعني معناه انك تفتحي القاهرة وتفتحي اخبار الادب تلاقينا احنا الاثنين جايبين نفس جيلنا لا جايبين نفس جيلنا والباقي ملناش علاقة بيه صحيح. بالعكس ده احنا المفروض ندي درس لاحترام فكرة الاستاذ صحيح وندي درس لاحترام الاصغر مننا وندي درس جيلنا ان احنا كلنا بنطلع مع بعض ومستوعبين وان احنا ندي درس كمان لفكره بص انا هقول لك على حاجه احنا خلينا بس نشوف رموز في نصابها انه جزء من اللي وقع نظام مبارك ايه فكره انه طول شلالي. الوقت كان بيقول لك شيليه طبعا لكن طول الوقت كان بيقول لك صراع ما بين الشباب اللي هو ايا كان مين وصراع ما بين الجيل اللي هو كان شايف ان الشباب هياخد منه ده كان جزء صراع سياسي وكان جزء صراع كان موجود في المجتمع لا انت دلوقتي كمان مش بتنحازي للشباب بس لانه سني 45 سنه فلازم ابقى رئيس تحرير لا هل عندي من التراكم والخبرات اللي تجعلني انا او سيد ان احنا نقود جورنان على فكره قياده جورنان انا طول عمري في اخبار الادب الحقيقه وجاي سيد اعرف ده دايما رقم اتنين يعني طول عمر يعني ربنا خلاني دايما طول عمري ان انا ابقى اتنين ابقى ثلاثه يعني ابقى قريب من صنع القرار لكن لما ابقى صاحب قرار بالمناسبه لا شفت الصوره بشكل مختلف جدا جدا لدرجه ان انا لما اقول ان انا عندي بعض الصعوبات الناس ما تصدقش طب ما انا موجود هنا ليا لكن صاحب القرار او اللي هو عنده القرار نفسه لا عنده اشكاليات ثانيه احنا في اخبار الادب الحقيقه وقد يكون ده فارق بقى انت حضرتك عايز تسالي ايه فرق بين القاهره والثقافه الجديده واخبار الادب هقول لك فرق جوهري لان في بالفعل في تماس في اشتباك هقول لك فرق جوهري اولي يعني او هتكملوا بعض اكيد ده اكيد بس هو فرق الجوهري الاولاني احنا من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها الحقيقه ان احنا انا بدير الجورنان ده مش انا وحدي احنا عندنا 3-4 بيديروا هذا الجورنان طارق ياسر عبد الحافظ محمد شعير بسور عز الدين وزملائي المنى كتير جدا بيديروا اخبار الادب احنا كنا جورنان القومي الوحيد اللي اتفق على 3 قال احنا عايزين واحد من الـ3 دول يبقى رئيس تحريرنا وكل الجورنان مضى على ده يعني تخيلي انا بمضي ان زميلي واخويا محمد شعير يبقى رئيس تحرير محمد شعير بيمضي ان طارق يبقى رئيس تحرير هذه وياسر عبد الحافظ نفس الحكايه دي تجربه لم تحدث في تاريخ الصحافه المصريه لذا القوميه تحديدا لذا انا بعتبر نفسي مثلا ان انا مش رئيس تحرير لا انا رئيس مجلس تحرير ده بقى يقودنا اجابه اعمق لسؤال حضرتك حوالين نعمل ايه انت عندك رؤى مختلفه للشباب مش واحد بس بيدير واحد فوض من قبل الدوله انه يدير لكن بيدير مع زمايله فبالتالي انا عندي فرصه ان احنا كلنا ننجح ببعض فبالتالي انحيازاتي قد تكون غير انحيازات محمد شعير قد تكون غير انحيازات ياسر عبد الحافظ غير انحيازات منصور عز الدين غير انحيازات زملائنا الاخرين فانت بتلاقي في اخبار الادب جميع هذه الانحيازات وبالتالي انت بتلاقي جورنان فيه
كل المستويات اللي انت عايزاها لان عندك انحيازات مختلفه. تمام. طيب بالنسبه لسيد، موضوع ان انت اشتغلت لسنين طويله في مؤسسه قوميه، الموضوع ده اضر بيك افادك، تاثيره على شغلك دلوقتي، خصوصا ان برضو المطبوعه اللي انت بترأس تحريرها المالك ان صح التعبير او صاحب راس المال او يعني رئيس مجلس الاداره هي الدوله وزاره الثقافه المصريه، قد ايه ده ممكن يعرقل سيد من انه طول عمره صحفي حر بيكتب زي الفراشه هنا وهناك ورايه ملكه وسياسته ملكه؟ خلينا برضو ننطلق من خبره اخبار الادب لان دي خبره ملهمه جدا. صحيح. حضرتك سالتي على مساحه الحريه اللي كانت متاحه لاخبار الادب. زي ما قال طارق، الحقيقه انه اخبار الادب كانت طول الوقت خارج سياسه الملك، بمعنى ان الاستاذ جمال غطاني ثم الاستاذ عبله الرويني، واعتقد ان طارق هيكمل في نفس الاتجاه، هي كانت قايمه على فين اللحظه اللي انت بتقدر تختار فيها هتصف في انهي منطقه. وعندنا حتى نصوص خالده كتبها الاستاذ جمال غطاني في شكل علاقته برئيس مجلس اداره واداره التحرير، ودي كانت فيها خبرات قد كده ملهمه ومفيده. كانت في اللحظات اللي فيها تحول سياسي صعب زي فتره المجلس العسكري كانت عبله الرويني بتعمل تجربه فارقه جدا وانحياز واضح. الناس دي كانت بتشتغل في مؤسسات قوميه، والجورنال ده كان بيطلع مؤسسه قوميه، ومالك هو الدوله. الدوله هنا شكلها اتغير، لكن هي الدوله، سواء كان مجلس الشورى او وزاره الثقافه. بس هم اختاروا اختيار مهم يتعلق بانحيازات سواء في الضمير الوطني او طبيعه اللحظه انت بتختار تصف فين. ففي القضايا الفارقه عن الدوله، مثلا ازمات الروايات الثلاثه، كل ازمات متعلقه بحريه التعبير، كانت اخبار الادب بتقرر ان هي مع فكره الحريه. دفعت اتمان ولا شك، بس ظلت اخبار الادب موجوده وظل الزملاء الاعزاء موجودين وبيبنوا كتير جدا لاسمهم وبيضيفوا لاسمهم. وزاره الثقافه هي بالنسبه لي زي مجلس الشورى المالك او مجلس الشورى هو بيمثل الشعب في اداره هذه الصحف باعتبار دي صحف ملك الدوله. كمان وزاره الثقافه هي بتدير مال الدوله وبتنفذ سياسات الدوله. فهي في هنا دوله وهنا دوله. ببساطه انت بتسال نفسك سؤال كل يوم الصبح، انا هشتغل قد ايه في الشغلانه دي كرئيس تحرير؟ سنه، اتنين، تلاته، شهر او اتنين او تلاته. الاساس وممكن اسابيع. الاساس انك انت انا صحفي هرجع اشتغل الشغلانه دي تاني وسني صغير يعني الحمد لله فربنا يديني واكمل. فانا اللي يهمني انا بشتغل طول عمري محرر ثقافي، فلما هبطل حكايه رئيس التحرير دي هرجع اشتغل محرر ثقافي. فعندي قناعات وامور بقى ما ينفعش يتم التخلى عنها لانه هي بقت جزء من بنائي حتى العقلي. فما ينفعش ان انا اختار مسار تاني. انا بقى عليا هنا انه انا طول الوقت زي ما كان برضو الزملاء في اخبار الادب انت بتتفاوض مع المالك لانه لتوسيع مساحات الحريه، مش العكس. لانه حتى في اخبار الادب برضو كان في شخص مع تقييد هذه الحريه وهذه المساحات اللي كان موجوده، يعني هو في كان لديه مكاسب وفرط فيها. اذا كان انا عندي مكاسب فانا ازاي ممكن افرط فيها؟ اذا كان انا موجود عندي يعني وزير عنده انتاج ثقافي وعنده تصورات لاداره العمل الثقافي، عليا ان استثمر هذه التصورات وعليا ان انا ابني فيها لصالح اللحظه اللي قال عليها طارق ان هي دي لحظه بناء. لحظه البناء دي هي قدرتك على انك الاختلاف فين، زي ما طارق قال انه مجلس تحرير انت تيسر العمل الثقافي. طب انت عندك نفس الفكره يا سيدي، يعني يوجد مجلس تحرير مثلا؟ لا الحقيقه انا يعني مأساتي اكبر شويه لانه اخبار الادب بقى جورنان عنده مؤسسات مؤسسيه تقاليد مؤسسيه. الحقيقه الجورنان ده كان بيطلع بمعجزه اسمها صلاح عيسى. صحيح. الحقيقه دي امر مهم. صلاح عيسى كان بيعمل كل شيء لانه الجورنان بدا في لحظه ملتبسه جدا بسبب توتر في علاقه فاروق حسني باخبار الادب في لحظه ما، وكان مطلوب انه يطلع جورنان يعبر عن ما كان فاروق حسني يعتبره انجازات وزارته في الوقت ده. فالجورنان من الاول كان طالع بصيغه كده، يعني الاستاذ صلاح قدر يخلق له صيغه ناجحه في الاول، لكن حماس الدوله او الوزاره للجورنان فضل يتقلص ويتراجع على نحو ابعد عنه كل الكتاب والاسماء المهمه اللي كانت مرتبطه بيه، وبالتالي خرج القارئ اللي كان بيعتبر القاهره سلعه جاذبه من علاقته بيها. فالاستاذ صلاح تحمل اعباء كثيره جدا في استمرار هذه الصحيفه، انه لازم تستمر ولازم تستمر. انا جيت لقيت انه
في جورنان بيطلع، لكن بيطلع ما فيهوش الطابع المؤسسي. بقت الاولويه الاولى بالنسبه لي ان انا اديله قوام هذه المؤسسه الصحفيه او ورشه العمل اللي تطلع جورنان. اي جورنان زي ما طارق كان بيقول برضو ورشه العمل اللي هي مجلس التحرير، لان انت في النهايه لو بتدير كشخص افكارك هتمشيك اسبوع اتنين تلاته، لكن كيف تستمر وانت ناجح؟ ده محتاج ناس تفكر معاك، ومحتاج ناس تشتغل بيك، لانك مش هينفع زي ما بيقولوا مثل الشعبي تشتغل بنا ومناول. دي اللحظه اللي انا محتاج فيها انه انا عندي مجلس تحرير. هي سهل ان انت تبني جورنان بمنطق الكشكول، انك تطلب من ده مقال وده مقال يعني تمشي الشغلانه، لكن الاصعب انك تشتغل على ضوء رؤيه واضحه وفي نفس الوقت في مناخ قائم على التنافسيه وتكامل الادوار مع اخبار الادب مثلا او مع الصفحات. طب تعتبرها منافس يا سيد؟ انا بعتبر اخبار الادب مش منافس، انا اعتبر ان احنا اخبار الادب مسارين مهمين جدا للتعبير عن الثقافه المصريه دلوقتي، مسارين متوازيين فيهم تكامل يعني. طبعا فيهم تكامل واجب ان هم يتقاطعوا في لحظه، زي بالظبط شريط يعني مسارين بتوع قطارين ماشيين، واحد رايح منطقه واحد رايح منطقه تانية. لو حضرتك بتشوفي شكل الترام في اسكندريه بيجوا عند محطه مصطفى كامل بيتلاقوا في نقطه معينه وبعدين بيبقى فيه اكتر من خط. طبيعي جدا ان احنا نلتقي وهيتشابه معانا كتاب، وفي كتاب بتحبنا احنا الاثنين فبقوا موجودين هنا وموجودين هنا، وفي كتاب احنا الاثنين هنتنافس عليهم في رسائل، لكن في النهايه احنا الاثنين طموحنا هو تقديم الثقافه المصريه اللي انا شخصيا بعتقد ان هي في اقوى لحظاتها. اقوى لحظاتها بفضل المثقفين قبل الدوله، وده مساله مهمه. احنا عندنا انتاج ثقافي مصدر فخر كبير جدا لنا، ولازم هذا الانتاج يبقى يلاقي مساحات للتعبير عنه. واعتقد انه اخبار الادب من اللحظه الاولى كانت مشغوله بدوت، فانا دور انا واخبار الادب عندنا ادوار تكامليه وتنافسيه، لانه احنا الاثنين عايزين ننجح. صحيح. التنافس ده في نهايه الامر هيؤدي الى التكامل، لانه احنا الاثنين يعني انا وطارق وبقيه الزملاء في اخبار الادب كلهم زملاء اعزاء، وهي مصنع كبير جدا للموهبه، عندنا نفس الهموم تقريبا، وتشاركنا في لحظات كتيرة، ومعظمنا كتب في مطبوعات مع بعض، وانا كنت دائم وكنت بتكتب في اخبار الادب طبعا، وبعتبر انه دايما اخبار الادب في كل لحظات. كتبت في القاهره يا طارق ولا لا؟ كانت طبعا ضدنا، هنكتبه خلاص. انا ما كانش عندي الوقت على انه اقول حاجه يعني. انا كتبت اخر حاجه بس عشان انا كتبت في اخبار الادب في ايام جمال غيطاني، كتبت اخبار الادب مع عبلة الرويني. ما فيش حد ما كتبش في، انا كتبت في المطبوعتين مثلا. يعني اظن اي حد معني بشان الثقافي لازم يكون مر على اخبار الادب او القاهره. انت مقصر، انت ما مرتش على القاهره قبل كده يا طارق. فرصه يعني ممكن رئيس تحرير يكتب عندك مقال يا سيد؟ انا يسعدني جدا. انا امبارح كنت برنامج تلفزيوني، فسالني الصديق العزيز جابر القرموطي على ازمه وزير الثقافه مع طارق الشناوي، هل عندك استعداد لطارق الشناوي يكتب؟ فقلت له هو كتب في القاهره سنين طويله. قلت له انا يشرفني ان اكتب طارق الشناوي. هي القصه ان انت رئيس تحرير اهم حاجه فيه انه يقدر يقدر كل المواهب اللي موجوده ويقدمها او يساعد في انها تبقى موجوده عنده. بالتاكيد. فطارق الشناوي انا عايز اقول لك حاجه كبير مهم اكمل الكلام سريعا بس. انا كان عندي تجربه زي تجربه سيد في وزاره الثقافه في الثقافه الجديده، مجله الثقافه الجديده. طبعا وهي كانت بتطلع من وزاره الثقافه، فكان سؤال انا هقبل تدخل الوزاره لغايه فين؟ فكان اجابتي ان انا مش هقبل تدخل الوزاره اساسا. واللي بيحكمني هنا حاجتين، ضميري المهني. بس الوزاره عدو، هي الوزاره عدو. لا مش عدو، لا لا لا، انت لو حطيتي في دماغك اصل المتلقي هو بيشوفنا دلوقتي هيعتقد ان في يعني صدام بين. لا مفيش صدام بين. انا كاتب في الافتتاحيه، طارق عنده تجربه مهمه في الثقافه الجديده، وانا كاتب في الافتتاحيه انه اختزال النقاش على الوسط الثقافي حوالين معركه الدوله والمثقفين هو ظالم للحظه الثقافيه الراهنه، لانه دي صيغه تسعينيه بامتياز. احنا بنتكلم ايام الصراع كان صراعات على المساحات. دلوقتي المساحات متنوعه ومتعدده واكثر رحابه، وانت ممكن تبقي في ساقط الصاوي وتسعدي جدا بتقولي انه هذا الجمهور عظيم جدا وفي شغل مهم ومش موجود في وزاره الثقافه. انا بشكركم شكرا جزيلا، سيد محمود رئيس تحرير القاهره، وطارق الطاهر رئيس تحرير اخبار الادب. فخوره وسعيده بزملائنا وباصدقائنا المبدعين اللي بيكملوا زي ما قلنا اهداف ومطالب الثوره المصريه، وبالتاكيد هيوضعوا سياسات ثقافيه وهيكونوا معنيين بالشان الثقافي وبالمنتج الثقافي على افضل نحو مستطاع.
فخورة جدا بأخبار الأدب والقاهرة في عهد سيد محمود وطارق الطاهر. ياريت تنحازوا زي ما احنا منحازين كده للمطبوعتين دول ولكل المطبوعات المعنية بشأن الثقافي. أنا بشكرهم شكرا جزيلا ونورتونا في استوديو الثقافة، وبشكركم مشاهدينا، ونشوفكم بعد العيد بإذن الله في حلقة جديدة من استوديو الثقافة على المصرية على الهواء مباشرة.